مرحبا بحضراتكم من جديد. كانت معانا ملك 18 سنة وبتقول إنها بدأت في تصحيح مسارها من رمضان اللي فات وبتنتبه للكلام بتاعها، تقول إيه وما تقولش إيه، بدأت تواظب على الصلاة، لكن هي لسه لم تلتزم بعد بالزي الشرعي أو لباس المؤمنات أو اللي بيطلق عليه في العامية بالحجاب. وبتقول إنه هي حاسة أو بتسمع فيديوهات بتقول إن هي بتعمل خير لكن لن يقبل عشان هي غير ملتزمة بعد بالزي الشرعي. فأقول لك يا ملك أبدا، يعني الحمد لله رب العالمين على توفيق الله ليك لكل أبواب الطاعة اللي انت بتعمليها دي. وأرجو من أصحاب الفيديوهات اللي يعني الإنسان ما يدخلش نفسه في جوانب ويفتي الناس بغير علم، ونقفل أبواب الرحمة، وبدل ما الناس تبقى ملتزمة نخلي الناس تنفر مننا، والناس تنفر من الحق وتنفر من الالتزام عشان انت عمال تدخل بقى ده، انت ما انت هتدخلي النار. عشان مين قال هذا الكلام؟ ده كلام مش منضبط. نسأل الله سبحانه وتعالى لك الثبات والتوفيق، واستمري على ما أنت عليه، من استمري على الطاعات اللي أنت بتعمليها، ونسأل الله لك الثبات والتوفيق. وعارفة أن جهة البر والطاعة للحاجات اللي أنا بعملها ليها ثوابها، وجهة ترك الالتزام بالزي الشرعي ده أمر آخر، له الثواب وله على المخالفة عقابه عند الله سبحانه وتعالى. لكن ربنا سبحانه وتعالى قد الإنسان يصنع حاجات وأموت على هذا حال مثلا، فربنا يكتبني من أهل القبول، ده من عند الله، احنا ما نعرفش. او يكتبني وبقى انا عندي نقص في شيء معين، لكن ان انا اقعد احكم ان فلان لو مات على حال معين هيبقى من اهل الجنه او من اهل النار، ده كلام الانسان لا يملكه. ده الانسان بيصلي او ياتي اي عباده ويقول ربنا تقبل منا، هكذا علمنا القران، ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم. كل حاجه الانسان بيعملها يرجو من الله القبول، فالانسان لا يتاله على الله ويبتدي يصدر احكام على اللي هتموت وما كانتش محجبه ولا دي، احكام والتزامات لابد الانسان او المراه المؤمنه ان تلتزم بها، التزمت باغلبها وتركت البعض. كل انسان حر في اختياراته وافعاله ويحاسب عند الله. كيف يكون الحساب؟ دي بقى ملك لله سبحانه وتعالى، ولم يملكها لاحد من خلقه. فارجو ان احنا بس يعني نبقى عارفين الفروق. كل انا بصوم، انا بصلي، انا بادي كل الطاعات دي هاخد ثوابها، دي جهه ثوابها جهه، وجهه عدم التزامي بالزي الشرعي ده موضوع تاني. فما اقولش ده ياثر على ده وده هيضيع لي ثواب، ده لم يقل بهذا احد من اهل العلم. فاحنا ما نقعدش نالف حاجات ملهاش دليل على هذا الكلام. ونسال الله سبحانه وتعالى لك بسر حرصك على الخير ان توفقي ويفتح لك من ابواب الطاعات فوق، يعني فوق ما تتصوري انت. النبي عليه الصلاه والسلام علمنا معنى جميل، ونقول المعنى دي اللي بيعملوا الفيديوهات دي وبيقفلوا ابواب الرحمه في وشوش الناس. يعني ومن يتحرى الخير يعطى، اللي عنده حرص على الخير هياخده، ولو كان عنده تقصير قبل كده ربنا بيجبر التقصير، ما هو الرحمن الرحيم. ما نقفلش أبواب الرحمة في وشوش الناس، خليكوا دايما أبواب رحمة وأبواب تدعو تفتح أبواب الأمل والرجاء. وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويثبتك، ونموذج جميل يحتذى به أنت يا ملك، ربنا يفتح عليكي.